طريق الشوك، فيلم من إنتاج أفلام مصر الحديثة عام 1950، إخراج حسين صدقي، قصة وحوار محمد كامل حسين، سيناريو حسين صدقي ومحمد كامل حسين، من بطولة حسين صدقي، حسبية رشدي، لولا صدقي، استيفان رستي، فريد شوقي ومحمود شكوكو. تدور الأحداث حول الضابط مجدي الذي ضل الطريق ومعه صديقه خميس وكلبه أثناء قيادتهما للحملة البوليسية لمهاجمة عصابة لتهريب المخدرات في الصحراء. أي الله، في إيه؟ الله الله الله، إيه ده؟ لا لا، مفيش حاجة، العجلة كانت هتغرس. أنا عارف اللي كان زنقني على كده. خليك شجاع عمال. لا، الشجاعة سيبناها لك أنت يا حضرة الضابط. طب أنت جاي عشان تطارد عصابة مخدرات، أنا كان مالي؟ أنا ما قلتلكش تعال، انت اللي ترجيتني تيجي معايا عشان تعمل ريبورتاج للجورنال بتاعك. يعني عشانك مني ترجيتك؟ عاوز تديني في داهيه؟ اذا كنت عايز تبقى بني ادم لازم تتحمل المخاطر. مستحيل تبقى صحفي مهم وتنجح ويقبلك اي جورنال محرر عنده طول ما انت جبان بالشكل ده. يتم انقاذهما على يد البدويه صبا. تصحب البدويه مجدي وخميس الى مقر قبيلتها، تعرف اهلها شخصيتهما، وما القبيله الا مجموعه من مهربي المخدرات الذين كان يطاردهم مجدي وهو لا يعرف شخصيتهم. برافو يا رهيب. خميس، خميس، اصحى حشيش، حشيش، فين الجوزة؟ البطة. تصور رهيب، لسه فاكر التمارين اللي عملتها له في كلية البوليس؟ تمارين ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا، انت كركبت بطني. رهيب جايب حتة حشيش، اكيد احنا في وسط عصابة سليمان الأخضر، لان دي مش حتة صغيرة، دي تربة حشيش. تربة اتفن فيها اوامك. تعال معايا. فيتفق أهل القبيلة على التخلص من مجدي وصديقه. تكتشف صبا الخطر الذي يهددهما فتسعى لإنقاذهما، تسهل أمر هروبهما من القبيلة. يضطر مجدي أن يصطحبها معهما خوفا من بطش أهلها. لازم تجي معايا مصر، مستحيل أسيبك مع مهربي المخدرات زي دول. أنت بتسب أهلي؟ الله يسامحك، أنا مقصودش فيك، حرام تعيش الجو مسموم زي ده. ربي اللي اختار أهلي يقدر ينجي الغزلان من بين اللصوص. انجب نفسك، ما تضيعش حياتنا في الكلام الكتير، شرق بربك. لا مشرق ولا مغرق، انت هتيجي معايا برضاكي من غير رضاكي، لازم تيجي معايا مصر. تغار سلوى ابنة عم مجدي وخطيبته في نفس الوقت من وجود البدوية في حياة مجدي. مع الوقت ينمو الحب بين مجدي والبدوية. حبيتك ولو ان تكون وهويتك من قلبي حنون، وبروحي والروح تمون، وبعدي والعادي معاك، وبروحي والروح تمون، وبعدي والعادي معاك. عشقك والله عشقك برضاي ولا برضاك، عشقك والله عشقك والله عشقك. يستغل مجدي علاقته بالبدوية لمعرفة أفراد العصابة للقبض عليهم. تكتشف البدوية حيلة مجدي فتغادر المنزل. فماذا ينتظر صبا خارج منزل مجدي؟ وهل سينجح مجدي في القبض على هذه العصابة؟ كل هذه الأحداث وأكثر سوف نشاهدها على شاشة روتانا كلاسيك. والمكتوب تشوف العين، عجبك حالي ايش بتريد، جنبك حالي ايش بتريد، عادش يهم تصير بعيد، قول يا خاين ايش بتريد، ايش بتريد من قلبي يا خاين.